اللي يعني فوق خط الفقر بشوي هو بالنسبة لي زيه زي اللي تحته، انت اثنين ماكلين يا بدي ادرس ادارة اعمال عشان يصير معي مصاري. ولك يا مصرمج، انت بتتخرج قاعد من الجامعة، كبيرك يكون مدير فرشة عندك بالدار، وعندك افلام عربية صادرة من دول اسلامية، والناس بتبوس بعض وخايفين على اولادكم من رسالة جلال ابو مويس. طالما المصاري والبزنس بألف نعمة وخير، والكمين سائل بحساب سوشيال ميديا، الناس مضحوك عليها. صار عنا اللي بيحكي بالدين يغلطوه، عنا كمية تفاهة الله بيعلم فيها. مجتمعاتنا كل مالها بتتراجع من ورا لورا. المناصب هاي اللي انا رايح اجيب شهادة عشانها، ولك هاي محجوزة لحدا غيرها. ويسعد ربكم يا احلى عالم، معكم جلال ابو مويس، واليوم اجيت احكي وافضفض واقولكم ليش جلال ابو مويس انمحت صفحته على الانستغرام بعد ما وصل ابو مليون واربعمائة الف، تقريبا مليون واربعمائة الف متابع. في ناس كثير اتضررت من رسالة جلال ابو مويس. طبعا الناس هاي اللي اتضررت من رسالة جلال ابو مويس هي الناس اللي ما بدها الناس اللي جاي جلال يحفزهم يصيروا احسن. بدك تعرف في طبقة من الناس بدها الغبي يضل غبي، بدها الفقير يضل فقير. في نوعين من هالناس العاطلين، عندك اللي تحت اللي بدوش حدا زيه يصير احسن عشان ما يحسش بنقصه، وعندك اللي فوق مثلا زي صاحب مثلا شركة ولا محل بدوش الموظف اللي عنده يعرف اكثر او يوعى اكثر، لانه ان وعي اكثر حيطلب راتب زيادة. يمكن ان وعي اكثر يروح يقاضيك يا صاحب المحل على كل اللي بتعمله فيه، كل الشغل الاوفر تايم اللي مش مدفوع، كل الراتب اللي حارث على اللي عندك طول الشهر على هالمئة والمئتين ليرة. ما بدك اللي عندك يوعى، لانه اذا وعي هون انت وقعت بمشكل. يعني بدك تيجي تحكي عن جلال ابو مويس رسالته وحكيه هم اللي ضروا المجتمع، ولكن اسمعوا اغانينا، شوفي بمسلسلاتنا العربية بشكل عام ولا افلامنا، جايين تخافوا اولادكم من رسالة جلال ابو مويس اللي بقول لك اصحى بكير واسعى واعمل مصاري و و و و، وعندك افلام عربية صادرة من دول اسلامية والناس بتبوس بعض، اللي اولادك وبناتك بحضروه وخايفين على اولادكم من رسالة جلال ابو مويس. اورجيك كم مقطع اغاني، مقاطع فيديوهات من اغاني ولا مسلسلات تركية، الناس فوق بعض، اللي ببوس، اللي بيعمل، اللي بحشش، اللي بيعمل كل انواع المخدرات، وخايف على اللي عندك، على مجتمعك ولا اولادك من ابصر شو بسمعوا هسه وبتعلموا من جلال ابو مويس. ان كثرت ان طارت بيجي بقول لك جلال ابو مويس بدخن سيجار، ولك يا محلى السيجار قدام شو اولادك قاعدين بتعلموا على هالتلفزيون. بدك اعدلك كم شغله عندنا موجوده على تليفوناتنا التلفزيونات اللي بتضر المجتمع، وبتقدر تيجي الناس او بترضى الناس حالها تيجي تحكي رسالة جلال ابو مويس. يا عمي مستفز، اقل ما فيها يا الساقط بستفزك تفكر، بستفزك تعمل لنفسك. اما وانت بتقلب لي تيك توك وانستغرام وبتحضر لي فيديوهات تافهة لوحدة بترقص ولا واحدة بترش بي ولا واحد قاعد بنكت على مش على اشياء اتفه منه، ما في هاد الرسالة اللي بتكمل. بس لا عمي، جلال قال لي انه مكتته ببدلهاش الارمز ببدلهاش بشهادتي. جلال هسه بتعطيك شهادة هندسي، ولا يا جلال بتفضل تضل عندك مكتتك الارمز لحق $1000؟ والله لأخذ المكتة، والله العظيم لأخذ المكتة. والله استفزني، بدي اشكي عليه. اللي انا قايله كثير حاكيه كثير، طالما حسابات البنك بخير، طالما المصاري والبزنس بألف نعمة خير، والكمين سائل بحساب سوشيال ميديا، واول عن اخر الحسابات هاي احنا اللي بنعملها مش هي اللي بتعملنا. لما انا بلشت الحساب اول مره وغيره حسابات تانية، ما هو بيجي بنزل معاه صفر، بيجي معاه صفر، بيجيش معاه ملايين. الملايين اجت عشان ابن بلدك، الملايين اجت لما الاسطوره حدث
احنا مجتمعاتنا ناقصها جلال ابو مويس. واذا بدك اعطيك عيب معين عندنا بالمجتمعات تبعتنا العربيه كلها، انه ما في غير جلال ابو مويس بيحكي باللي بيحكيه. عندنا ناس بدها تحكي اللي الكل بده يسمعه، عندنا ناس بدها تحكي بس باللي طالع ترند، عندنا كميه تفاهه الله بيعلم فيها. مجتمعاتنا كل مالها بتتراجع من ورا لورا، مجتمعاتنا والاجيال اللي كل جيل بيطلع ازفت من اللي قبله، لانه كل جيل زايد بيطلع الزمن تقدم والحضارات تتقدم والعادات والتقاليد قاعده بتوقع ورا. المجتمع بتقدم والعادات والتقاليد صارت في المزابل. صار عندك ابنك يطلع على الانستغرام ويحضر تفاهات ولا على التيك توك يضيع يوم كامل عادي، بس لما اجى جلال قال الشهاده مش للكل وبعيد هالشهاده مش للكل وكمان ببدلهاش بمكتتي عادي. كلام بنعاد، انا ما عندي اي مشاكل، انا رسالتي واضحه وماشي فيها على هالرقبه وما بتتغير. الناس مضحوك عليها. صار عندنا اللي بيحكي بالدين يغلطوه، مش انه جلال ابو مويس اللي هو الشيخ المقتدي اللي انت لازم تروح تسمع منه، بس بقول لك بشكل عام صار اللي بيحكي بالدين يغلطوه. تذكروا لما عملت فيديو عن البنت اللي مدقدقه اللي عامله وشي، غلطوني وكانه الوشم هو الحلال مش الحرام. هسا في ناس الشهاده بتلزمها ليكمل، وفي ناس لازم تفهم من الاول المناصب هاي اللي انا رايح اجيب شهاده عشانها ولك هاي محجوزه لحدا غيرك، هاي معروف مين حيقعد فيها، وانت متعب حالك قاعد تدرس الاقتصاد في جامعه غير الله ما بيعرف وينها، ومفكر حالك بدك تيجي وتقعد في منصب ولا بتمسك هالشركه بشهادتك اللي ما حد داري عنها، وهو اصلا المنصب يعني ابوه حجز له اياه من قبل ما انت تنولد لابنه، وجاي انت شهاده. عمي مخ ما في، بدك تفكر، ادرس المجتمع، ادرس المحيط اللي انت فيه، اعرف شو بزبط. في ناس بلزمها الشهاده وبدعمك تجيب شهاده، وفي ناس ابعد عن الشهاده مش الك، زي اللي بيجي بيقول لك يا بدي ادرس اداره اعمال عشان يصير معي مصاري، ولك يا مصرمج انت بتتخرج قاعد من الجامعه، انت كبيرك تكون مدير فرشه عندك بالدار، بدك تصير مدير شركه، يعني بدك تتعلم اداره اعمال بصف اربع حيطان مش بشركه، وانت بتشتغل هناك مثلا كموظف اقل شيء وبعدين بتكبر شوي شوي بعد سنين، هناك بتتعلم كيف تدير اعمال بدل ما انت قاعد تتعلمه باربع صفوف، بتطلع اصلا بشهادتك اداره الاعمال قاعد بتقدم بقول لك لا بدنا بدنا خبره. طب والاربع سنين اللي بالجامعه هذول مش خبره؟ اذا اصحاب الشركات مش معتبرين اللي انت تعلمته داخل الجامعه تحت شهادة إدارة أعمال، وهم هدول شركات عندهم أعمال يعني مش معترفين باللي انت قاعد تدرس فيه كخبرة، معناته ملوش قيمة، لأنه كلنا عارفين اللي بهالكتب واللي عن جد موجود بسوق العمل هم إشيين مختلفين. زي اللي بدأ أتعلم كيف أطير طيارة في مدرسة مثلا قاعدة بتعلم طبخ، طب أنا هناك بتعلم طبخ كيف بدي أطير طيارة؟ هذا نفسه زي اللي بقول لك أنا بدرس إدارة أعمال عشان بس أتخرج أمسك شركة. أنا المسميات هاي كلها بديش اتفرع كثير في الموضوع، انا بالنسبه لي المسميات هاي كلياتها لا تعني شيئا، زيها وهي وصرمايتي واحد. انا اللي عندي بفرق كيف بدك بض مصاري، انا المحيط اللي انا فيه شو بزبط فيه، شو اللي ضارب، شو اللي دارج. بدك تدرس المحيط، بدك تعرف وين انت. انا اول ما اجيت على امريكا عرفت انه اللي بيجي من برا بده يدرس هون كليه، بعدين بعد الكليه بدك تفوت جامعه، بدك تاخذ كل هالقروض، بدك تتخرج، كل صار عمرك 26 و27 عليك قروض 100 و200 ألف دولار وعليهم نسب ربا عالية جدا. يعني الولد اللي بتخرج بنص عشريناته بأمريكا يعني هو ماخذ قروض ما حدش أبوه معوش مصاري دافع له، هذا بده للأربعين ليسدهم بعد الفوائد اللي عليهم، بده للأربعين ليسدهم وبضل عايش عادي طبيعي فوق خط الفقر. اللي يعني فوق خط الفقر بشوي هو بالنسبة لي زيه زي اللي تحته، انت اثنين ماكلين انتوا الاثنين اخر الشهر ما ضلش بجيبتك اشي، اللهم انه انت ضل عندك مكان تنام فيه واكل وشرب و يعني انت عايش من راتب لراتب، هو زيك اخر الشهر معوش واللي بيفرق يمكن اول الشهر كمان معوش، بس الاثنين عايشين من راتب لراتب، الاثنين عايشين من اول الشهر لاخر الشهر، والشهر الجاي الله بيوفي، مش عارفين شو بصير، بدكم توعوا، رسالة جلال ابو مويس ما راح توقف، جلال ابو مويس ما راح يتغير، تنمحي حساباته كلياتها ما راح تتغير، انا عارف شو في براسي وصفحات السوشيال ميديا هاي ما بتعمل لي مصاري مش داخلني منها ولا اشي، فما بفرق
عندي ابدا. انا اللي بفرق عندي لما احط راسي على هالمخدة بالليل انا نايم مرتاح. انا من الصبح لرحت على الجيم لشغلي للناس تعاملت معها لحكيت قدام الكاميرا لكل اشي انا حقيقي مع حالي، ما عندي لف ودوران، ما عندي ارض الكل. مرة سمعت لك مثل بقول لك الزلمة اللي الكل بحبه مو زلمة، انت مو رجل، لان الرجولة معناتها يكون عندك موقف انت ماخده، ولما تاخذ موقف عندك ابيض واسود ما في بالنص. انت لما تكون زلمة بدك تكون ماخذ موقف. مالي هدومك يا مش هون شو بحبه بحكي، هون شو بحبه بحكي. بعدين عندك زلام قاعد بتطلع بتحكي قدام الكاميرا عشان تعمل ترند طالع، اللي برش لك مي ولا الابصر شو بيعمل ولا اللي بحط لك مكياج مش عارف شو بدهم يعمل. هاي رجوله، هذا الفيديو المبسوط عليه وبتتقهقه وبتضحك عليه وجاي تحكي جلال بضرني، جلال رسالته مضره بالنسبه لي. بديش اتعمق في الموضوع اكثر لانه بديش اكبر المشاكل. اللي ورا شطبه الحساب وتسكير او تبطيء او اللي بحاول يسكر على رساله جلال ابو مويس، انا عارفه وعارف مين انت وعارف شو منصبك وراح تنجاب. اللي انا بعرفه هل اكيد جلال ابو مويس هو اسم حيضل عايش طالما هالمجتمع عايش، طالما هالناس تتنفس، بس طالما هالجسم هالبدن في نفس الرسالة ما حتوقف وربي ما هي موقفة. ثلاث، الحسابات هاي احنا اللي عاملينها مش هي اللي عاملتلنا، احنا اللي عاملين لها. الحساب موقفنا والغيره ببطئنا، البسنا الساعات ابو 60,000 واكثر ودخلنا السيجار وعشنا على البحر وركبنا السيارات، هاي بدل البيت على البحر اشتريت لي بيت مع مزرعة هسا. هذا كله اجى من هالكتاف، اجى من هالتعب، ما جاش من فيديو. اول فيديو عرفتني فيه المجتمعات العربية طالع لكو ومنجز، مش كنت ولا اشي وقاعد بورجيك يومياتي ومن وراك صار معي. الله رازقني من قبل ما انت تعرف اسمي، طلعت لك على الكاميرا لأورجيك شو ربك رزقني، لاني تعبت وشاطر وعارف كيف امشي لأحفزك لأورجيك كيف تمشي واثبت لك انه تعبك رح يكون له رد من عند ربنا، رح يكون له نتيجة، رح يكون له رزقة رح تيجيك من وراه، خير الله ما بيعلم فيها وانت رح تصير تعلم فيها لما ربك ينوي يرزقك. جلال جاي لا يصحيك، جلال مش جاي يطلع لك على الكاميرا يتزعرن ولا يورجيك فيديو بضحك ولا وحدة طالعت لك مزلطة بس عشان تجيب عين تجيب مشاهد. جلال طالع يذكرك كل اللي بتحضره زبالة، رسالتي اللي طالعة من هالثم اللي ما رح يوقفها غير ربنا هي اللي انت لازم تسمعها، هي لازم انت تاخذها، هي اللي انت لازم تنشرها، لانه زي ما انت راح تستفيد منها غيرك كمان راح يستفيد. حكيت كل اللي عندي وبدي افيد العالم وبدي اكد للعالم هاي الفيديوهات لكم كلكم والي كمان ولاولادي لما يجوا ان شاء الله، لانه هاي الاشياء اللي انا بحكي فيها الناس راح تعرف قيمتها اكثر لما جلال يروح، لما جلال يروح، لما جلال يختفي عن السوشيال ميديا، هون انت راح تعرف قيمه كل اشي جلال حكاه. هاي رسالتي لليوم يا أحلى عالم، بدنا نخلص هالسيجار وبدنا نطلع نروق ويسعد ربكم. يا أحلى عالم، جلال لا ينقطع بإذن الله، لا ينقطع ومستمرين واسترجل ومنتية ويسعد ربكم. يا أحلى عالم، ابن بلده الأسطورة جلال أبو مويس اللي بيكبر فيك بده إياك تكبر فيه. يا أحلى عالم، let's do this.